السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على جديد محترفي المغاربة واخر التطورات بخصوص الانتقالات، تحديدا مع يوسف نصيري، لامين يامال، عز الدين اوناحي، والكلام ايضا غادي يكون على حكيم زياش وغراهام بوتر، وشنو وقع اليوم بعد الهزيمة ديال البارحة امام السيتي. المهم كاينة تفاصيل كثيرة جدا غادي نسرد عليكم بالمختصر المفيد، وكالعادة بدون اي اطالة ندخلوا مباشرة في الموضوع ونبداو على بركة الله. والبداية غادي تكون مع المغربي لامين يامال لاعب برشلونة للشباب. حسب الصحفي فابريزو رومانو قال بان برشلونه مقتنعون بان لامين يامال يمكن ان يصبح الجوهره القادمه من لاماسيا، والمناقشات لتمديد عقده غادي تكون قريبه ان شاء الله. وقال ايضا ان لامين يامال موهبه كبيره جدا، وبرشلونه باغيين يتحكموا في حاله عقده بافضل طريقه، بمعنى بغاو يديروا معاه عقد طويل الامد وبشرط جزاء يكون ضخم وما شابه ذلك، طبعا باش يسدوا على النوادي اللي كتربص باللاعب. ايضا اليوم الصحافه الانجليزيه صبحوا لك على غرام بوتر بعد الهزيمه الفاضحه اللي كانت متوقعه بأربعة أهداف ضد مانشستر سيتي، بحكم أن بوتر كما عارفينه فقير تكتيكيا، والصورة ديالو ما شاء الله اللهم بارك كانت منورة الصحف والمواقع. وراكم عارفين في الصورة ديال شي مدرب كتصدر الصحف الإنجليزية بعد الهزيمة، خصوصا مع أوصاف كالإهانة والخزي وما إلى ذلك، أوتوماتيكيا غير عرفوا أن النهاية ديالو اقتربت. وفي رأيي الشخصي رحيل أو بقاء المدرب غراهام بوتر ما غاديش يغير الوضعية ديال حكيم زياش داخل النادي اللندني، لأنه ما كايناش ضمانات أن المدرب القادم غادي يعرف كيفاش يتعامل ويخرج من زياش افضل ما لديه، زائد اصلا الكيمياء بين حكيم وتشيلسي ما بقاش نهائيا. اذا الحل الوحيد عند حكيم زياش لا بغى يرجع ديك ايام ديال اياكس هو ينتقل لنادي اخر بروح وطموحات وافاق جديده، ولكن اللي كيبان ليا وهو زياش حكيم كيحسبها بمنظور اخر، بمعنى هو حاليا عنده 29 سنه يعني على مشارف الاعتزال، زائد الراتب المرتفع اللي كياخذو حاليا صعيب يلقى في نادي اخر، لذلك كيفضل يكمل العقد ديالو مع البلو تشيلسي واللي غادي يسالي حتى الصيف 2025. وبين قوسين لو كان زياش مثلا عنده 22 سنه فقط كان غادي قبل يخفض الراتب وينتقل الى نادي اخر، لان ديك الساعه غادي يكون في بدايه مسيرته الكرويه، وهذا كيبقى تحليلي الشخصي طبعا، وفي الاخير كيبقى كل شيء ممكن. اما فيما يخص الدولي المغربي الاخر يوسف نصيري، فحسب موقع سكاي سبورت بتاريخ اليوم طبعا، وايضا كذلك موقع دي اتليتيك، قالوا بان نادي ويست هام يونايتد قدم عرضا رسميا للتعاقد مع الدولي المغربي، وذلك على سبيل الاعاره لغايه نهايه الموسم، وحاليا المحادثات مستمره لحدود هذه اللحظه. واصلا ويست هام من زمان وهما مهتمين باللاعب، ولكن واش هاد المره السيناريو غادي تغمز؟ اكيد هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه مستقبلا. وبمناسبه يوسف نصيري، فهناك واحد الاحصائيات مهمه جدا ديال اكثر اللاعبين اللي كاينين في الدوريات الخمسه الكبرى احرازا للاهداف في جميع المسابقات بعد مونديال قطر 2022، وقائمه الهدافين في 10 ديال اللاعبين كما كتشاهدوا حاليا، واللي منهم مغربيين اللهم بارك وزيد في ذلك. الاول هو منير الحدادي اللي كيحتل المركز الثالث باربعه اهداف، ويوسف نصيري في المركز السابع بثلاثه اهداف، بحاله بحال الفرنسي كريم بنزيما اللي في المركز السادس، ولكن هذا الاخير لعب مباراتين فقط، اما المغربي يوسف فلعب ثلاث مباريات. والان انتقل مباشره الى المغربي الاخر عز الدين اوناحي. فبعد انفراد موقع فيفا جول البارحه بخبر عرض باريس سان جيرمان لدم عز الدين، بدات بعض الصحف العالميه كتحدث على هذا الموضوع. فمثلا صحيفه ديسان البريطانيه هضروا اليوم على اللاعب المغربي، وعنونات المقال ديالها بان ليز يونايتد قدم عرض ب 22 مليون جنيه استرليني طبعا لضم الدولي عز الدين اوناحي، ولكن في المقابل كيواجه منافسه من باريس سان جيرمان اللي حاليا في محادثات مع نجم كاس العالم. وطبعا البلان ديال ليز يونايتد بانه قدم عرض بقيمه 25 مليون يورو، كنا طرقنا ليه البارحه بالتفصيل، ولكن كاين واحد مستجد في هذه النقطه تحديدا. فحسب صحيفه ليكيب الفرنسيه قالوا ان اوناحي لا يفضل بتاتا اختيار هذه الوجهه، بمعنى ما بغاش ينتقل الى ليز يونايتد حسب ما ادعته صحيفه ليكيب. المهم صحيفه ديسال البريطانيه على لسان صحيفه لو باريزيان اكدوا انه فعلا هناك محادثات بين باريس سان جيرمان وانجي، ولكن بكل امانه هذا الخبر كيبقى مشكوك فيه كثيرا، خصوصا وان الصحفي الايطالي فابريزي رومانو نفى خبر عرض الباري الى عز الدين اوناحي من خلال رده على احد متابعينا بتويتر، واللي زاد اكد ذلك وهو موقع اونز مونديال اللي قالوا ان باريس سان جيرمان كان مهتما جدا بالمغربي عز الدين اوناحي، لكنه قرر في اخر المطاف التخلي عن هذه الصفقه، والسبب ببساطه وهو مسؤول نادي باريس سان جيرمان ما بغاوش يقطعوا الطريق امام بعض الشباب، بمعنى كيفضلوا الاعتماد على مواهب الشابه اللي تكونت في النادي على ان يتعاقدوا مع لاعب شاب، وهذا الشيء اللي اكده ايضا الصحفي الويك تانزي. وعلى مستوى الشخصي كيبان لي هذا الكلام منطقي جدا. المهم باختصار نقلت لكم الصوره ديال عز الدين اوناحي كما هي، في انتظار تفاصيل ومستجدات اكثر بخصوص هذا الموضوع. وبهذا كنكون وصلنا لختام الفيديو، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله، ومع السلامه.